اللهم اكشف الهم والغم عن إخواننا في الصين يا رب العالمين، اللهم فرج كربتهم، اللهم فرج كربتهم، اللهم إنهم ليس لهم جريرة إلا أنهم قالوا أنك أنت الله، فاللهم إن أن تكون لهم يا ربي خير معين يا أكرم الأكرمين، اللهم فرج كربتهم واستر عورتهم، اللهم أمن خائفهم يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين نسألك النصر لهم يا رب العالمين، اللهم أيدهم بجند من عندك يا أكرم الأكرمين، ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، ثم الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل ألا يخرجنا من بيته إلا وقد قضى حوائجنا، فهو حسبنا ونعم الوكيل. طبعا ما من واحد منا إلا وقد سمع أو قد رأى عن إقليم تركستان يا أحبابي إخواني الشرقية، ربما أغلبنا أحبابي أغلب شبابنا ما يعرف شيء عنه، لأننا نحن أحبابي إخواني في الله سامحوني أحبابي أكثر من 50% وربما يزيد شوية كمان أننا نجهل تاريخ أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن هذا الإقليم اللي هو إقليم اللي اسمه يا أحبابي الاسم الأصلي بيقولوا عليه إيه؟ الإغوار، صليتوا على أحباب إخواني. هذا الإقليم ماذا تعرف عنه؟ هذه أحباب إخواني في الله كان إقليما مستقلا كاملا مكمل، صليتم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله، إقليم كامل مكمل تحت أحباب إخواني في الله خلافة المسلمين يا أحباب إخواني في الله، تابع لأمة النبي محمد. متى احتل هذا الإقليم يا أحبابي؟ سنة 1949، يعني من فترة وجيزة، وليس هو بالهين كما يخيل إليه. مساحته يا أحباب إخواني تعادل كما قال بعض العلم يا أحباب إخواني في الله تعادل 3 أضعاف دولة فرنسا. فرنسا دولة عظمى ولا مش عظمى؟ هي ما كانت عظمى لولا أننا نحن عظمناها، صح ولا غلط؟ وبالدليل على ذلك أصحاب النبي محمد كلما تكلم متكلم عن عظيم الروم، عظيم الروم، عظيم الروم، صليتم على مش الكلام ده صح؟ ودولة الروم ودولة الفرس، دايماً الخواف يكبر ما يخاف منه. ده أنا شفت حاجة وأنا معدي في الطريق عشان هو خاف، صح ولا غلط؟ وفي الآخر والدي تقول لي يا ابني تعال ده القطة يا ابني كانت على السلم يا ابني، والله قطة يا ابني. صليتهم على سيدنا رسول الله باب. الشاهد أن هذا الإقليم كان تابعاً لأمة النبي حتى احتلته الصين سنة 1949. صليتم على سيدنا النبي محمد؟ مساحته يا أحباب إخوان في الله 1.6 مليون كيلو متر مربع. ينهر أبيض، ينهر أبيض، واخد بالك المساحة دي كلها؟ عدد المسلمون هناك يزيد على 25 مليون. صليتم على سيدنا رسول الله؟ طب لما؟ لأن فيه من مناجم الخير والثروات الطبيعية ما لا تتخيل، من أفضل الأماكن الموجودة على سطح الأرض، قد حباه الله من الثروات الطبيعية ما لا يعد. النفط اللي هو أكسجين العصر، صليتم على سيدنا رسول الله؟ إنتاجه من النفط أو الاحتياط بتاعه من النفط 8 مليار طن الاحتياطي، بيقول لك أنا احتياطي ده ينتج سنويا، صليتم على سيدنا رسول الله؟ عفوا يوميا، ينتج يوميا. يا رب اجمعنا مع النبي محمد يا رب.
يا احبابي اخوان عفوا ينتج سنويا ما يقرب من 600 مليون 600 مليون طن من النفط. أجود أنواع الفحم الذي يستخدم منه ويستخرج منه اليورانيوم بتاع الطاقة هناك. صليتم على سيدنا رسول الله؟ خلافا عن المعادن وعلى رأسها الذهب والفضة وقل ما شئ، فيا ليتهم نهبوها وتركوها، لا بل قاموا تقتيلا وتشريدا في العباد على يد الصين الشيعية أو عفوا الشيوعية، ملاحدة لا دين، أكثر من أحباب إخواني من مليون ولا 5 مليون ولا 3 مليون معتقل، تفاوت عدد، يذبحون تذبيحا نسأل الله العفو والعافية. أصحاب الأرض الأصليين منعوا من أن يظهروا شيئا ولو كان ضعيفا من الإسلام، وعلى رأسها الحجاب، الصلاة تمنع جماعة، هدم أكثر من 25,000 مسجد إجبارا أن تتعلم اللغة الصينية وتبرمج من جديد لتنسى من أنت، ممنوع حمل المصحف أو أي معلم من معالم الإسلام. صليتم على سيدنا رسول الله؟ ممنوع تعلم اللغة العربية، تعليم القرآن، تعليم علوم القرآن، كل ما يتصل بالشريعة. لو عرفت بأنك تصوم رمضان فعل بك ما لا تتخيل. صليتم على سيدنا رسول الله؟ هذا هو الإقليم يا أحباب إخواني اللي أنتم شايفينه. ابتلاهم الله واختبرهم الله على مرأى ومسمع من العالم العربي والعالم الإسلامي والعالم العالم، كأنه عالم أصم أعمى لا يفهم. تقوم الدنيا ولا تقعد. لو أن رجل أو لو أن رجلا قتل مجموعة من الكلاب تحاكمه المحكمة الدولية للرفق بالحيوان وغير ذلك، صح أحباب إخواني؟ هكذا هو أحباب إخواني في الله حال إخواننا. طبعا ما من واحد منا إلا ويتمنى نصرهم، صح ولا غلط؟ صليتم على سيدنا رسول الله؟ والحمد لله درج لنا النبي محمد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال باليد، وهذا لا يكون إلا لمن له سلطة، فلا يحق لك إلا إذا كانت عندك سلطة، ونحن ليست عندنا سلطة، أنت تحرك بيدك، لكن بلسانك تتكلم عنهم. أضعف الإيمان بقلبك، لمن بقلبك؟ نحكي عنهم، ننشر عنهم، نخبر العالم عنهم، صح أحبابي إخواني في الله؟ وعارف أفضل من هذا وذاك أن أنت بذاتك تستقيم مع الله. أو الله العظيم، ربما هم يكونون في محنتهم وأشد منا التزاما بالمحافظة على الصلاة، صح ولا غلط؟ اللهم لك الحمد على النعمة يا رب التي نعيش فيها من أمن وإظهار الدين، وتصلي وأنت في غاية الراحة والاطمئنان، ومع ذلك أكثرنا مفرط ومضيع. أي والله العظيم، كم واحد صلى الفجر النهاردة يا شباب؟ طب يا جماعة يا كبار سيبكم الشباب، كم واحد صلى الفجر وجاي تحكي لي على الأغوار وغير الأغوار؟
الكلام سهل، ولكن أين التطبيق؟ من منا قد انشغل بهم يا أحباب إخواني في الله في سجودي في صلاة العشاء الآن؟ أقرب صلاة كم واحد دعا لهم بما يرضي الله الآن؟ كم واحد افتكروه؟ أنا أجزم يمكن 90% منا ما ذكرهم أحد. صح الكلام ده ولا غلط؟ لأن أنا ما انشغلنا بهم. الموضوع يا أحبابي إخواني في الله عري أحد السلف الصالح وهم على عرفات، أسأل الله أن يبلغنا عرفات. يقول هذا الرجل وكان من أصلح زمان عصره وهو على عرفات أخذ يبكي، يقول: أخشى ألا يغفر الله لهؤلاء بسبب أنا. شفت شغلانته ازاي ده؟ وكان من أزهد الناس وأتقى الناس وأروع الناس. لأن في قاعدة كبيرة يا جماعة في حكم الملك وفي قضاء الملك وفي تقدير الملك، كررها مع بني إسرائيل في أكثر من خمس مواضع في القرآن الكريم: وما ظلمناهم ولكن أنفسهم يظلمون، ولكن كانوا أنفسهم على طول كده. والآية المشهورة: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الأمر يا أحباب إخواني في الله بالنسبة لله أسرع مما تتخيل. في لحظة واحدة يغير الله ما لا تتخيل. ثمود قالوا: من أشد منا؟ رد الملك: صليتم على رسول الله؟ قالوا: من أشد منا قوة؟ ها؟ إيه اللي بعدها؟ حد يذكرنا؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم شفتوا بالله عليكم؟ إيه الشغل ده؟ يقولهم الملك. وفي آية ثانية أحباب إخواني في الله في سورة النازعات: أأنتم أشد خلقا السماء أشد ولا أنتم؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. قال الملك أحبابي: لما دمر ثمود وعاد في كل مرة، ولما جاء أمرنا مع لوط في سورة هود، ولما جاء أمرنا جعلنا عاليها بس لا جبار هو في انتقامه إذا انتقم، جعل عاليها سافلها بس وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة مكتوبة الاسم، مش هتخطئ صاحبها، مش هتخطئ صاحب، خلاص إذا نزل نزلت على صاحبها مباشر، لأن الذي رمى بها الله. صليتم على سيدنا رسول الله؟ فأكبر إصلاح للأمة أن تستقيم أنا، تستقيم أنا وأنت. صليتم على سيدنا رسول الله؟ فنسأل الله تبارك وتعالى لإخواننا في الصين وفي كل مكان يستضعف فيه أحد من أمة النبي أن ينصرهم. اللهم أيدهم بنصرك يا رب، اللهم أيدهم بنصرك يا رب، اللهم أيدهم بنصرك يا رب. اللهم اجمع شمل أمة النبي محمد، اجمع شملنا ووحد صفنا يا ذا الجلال والإكرام.